انكب خبراء مغاربة وخليجيون اليوم الاثنين بالرباط على مناقشة مشروع خطة عمل بين المغرب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الثقافة والإعلام، تنزيلا لمقتضيات الشراكة المتقدمة التي تربط الجانبين. اليوم المغرب يستضيف اجتماع الخبراء من أجل إعداد خطة عمل مشتركة ل 2013-2018 بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الإعلامي والثقافي. الهدف من هذه الخطة أولا تقوية التعاون على مستوى الإنتاج الإعلامي والسمعي البصري المشترك، وعلى المستوى السينمائي أيضا تعاون على مستوى التكوين والتكوين المستمر وتبادل الخبرات، مواكبة التطورات التكنولوجية وأثرها على المستوى الإعلامي والثقافي، مما سيرفع من قدرة كل من المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة التحديات المطروحة في المجال الإعلامي. نحن أتينا إلى المغرب لكي نطور وننمي ونوسع أوجه التعاون الإعلامي والثقافي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية. أوجه التعاون كثيرة ومتعددة، نتكلم على البرامج الإذاعية والتلفزيونية، نتكلم عن الإعلام الجديد، نتكلم عن الإعلام الإلكتروني. هذه كلها مسائل وقضايا تستوجب تضافر الجهود والتعاون ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية لما لديها من كفاءات ومهارات في هذه المجالات. نتكلم عن تبادل الإعلاميين والصحفيين، نتكلم عن الزيارات المتبادلة، نتكلم عن أمور كثيرة. وينتظر أن يخلص اجتماع فريق العمل المختص بالتعاون في مجال الثقافة والإعلام إلى اعتماد إجراءات عملية لتفعيل التعاون الإعلامي والثقافي بين الجانبين وفق جدولة زمنية وبرنامج واضح المعالم يمكن من تلاقح التجارب الناجحة في هذا المجال مغربيا وخليجيا.